لبنان بيستهلك بيستورد كامل الطاقة. نعم. ما عنده نفط وما عنده مصفى. وبأخذ 20% ضريبة للحكومة. وإحنا أغلى من البنزين بصنفيه. أغلى من لبنان ب 65%. كم؟ 65%. 65%. ما شاء الله. هاي واحد. شغلة ثانية. دبي ما عندهم نفط. وما عندهم مصفاها. الإمارات بتجيب جاهز. وبحطوا ضريبة الفات 5%. وما بتدعم المحروقات. البنزين سعره نصف سعره في الأردن. نعم. أنا يعني احنا الاعلى أنا كنت الأعلى هناك. في المنطقة. لا النصف. النصف نعم. امريكا ما بتدعم البنزين. طب ال 30% التي تحدث عنها سعاد. أنا اول مره بسمع فيها شركة هي. بترول العقبة. انا بعرف انه هاي الشركة زمان سكرت زمان. نعم. ليس هناك شركة اسمها شركة بترول العقبة. سبع سنوات سكروا. ال 30% هذا الهامش. هلا انا بقول لك شو الشغلات اللي بيضيفوها. في امريكا عندهم نفط وبيستوردوا نفط وعندهم مصافي وبيستوردوا جاهز. نعم. وبياخذوا 60% ضريبة ثلاث أنواع. ضريبة البلدية وال البيئة لا الولاية والفيدرال الدولة ثلاث أنواع من الضرائب بيطلع حوالي 60%. احنا أغلى من أمريكا بمعدل 85%. ما شاء الله. أيضا نعم. هذا بيعطيك انطباع انه في عنا مصيبة. هلا الحكومة الحالية اول ما اجى الرئيس قال اعطوني 100 يوم قدام النواب انا بعطيكم الانجازات للاخر. نعم. من احد الانجازات اللي حملونا اياها جميلة انه افصحنا عن اسعار النفط محروقة عن كيف بتصير تسعيره علما بانه الوزيرة لما كان برميل النفط قريب من 55 لا كان 67. نعم. قالت انه اللتر بيصل 38 قرش واصل العقبة. وبينباع كان عندنا ب 75 قرش. شو بيعني هذا؟ بيعني انه احنا بناخذ تقريبا 100% 110% ضريبة. قسم ال 75 على 38 ناقص 1 تطلع 110.